ما انا كمان لي يا اخ بيضرب انفاس، اجيبه لك البيت يخش لك قافيه. حاضر يا ابراهيم، قلت لك حاضر حاضر. تصلحيها على امه ويبات عندها من الليله، ولا احنا يعني نحدد الناس له نتبنى شحط زيه، فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. الساعة 5:30 يا عروسة الأنا، يعني فاضل نص ساعة ويوصل العدل. طب تعالي والنبي يا مؤمن، تعالي ساعديني شوية. رقيتك واسترقيتك من كل عين بصاصة المدب فيها رصاص. يا أخت الجمال ده كله كنت مخبياه في الأسود. أعمل إيه؟ ما هي هدوم الملونة كلها ضاقت عليا. يعني كنت هتقابلي العدل بالأسود؟ أنا مكسوفة يا مؤمن. مكسوفة من إيه ده؟ أنت تكسفي القمر لتر 14. بصي قولي لي يا أختي، رأيك ايه في شعري؟ سايح ونايح، ست الحسن والجمال. اسكتي يا مؤمن، النهاردة الكوافير كان مستغرب قوي قوي لما لقاني رحت له، اصلي من زمان ما دخلتش عنده. بكرة تعوضي ده كله وتتهني وتتمتعي بشبابك، مش تحطلك شوية احمر. عيب يا اختي. ما عيب الا العيب، هو انت هتتزوقي لحد غريب؟ ده انت هتتزوقي لعدلك. انا برضو عملت حسابي واشتري الصبع روج. طب اتبدري بقى وحمري خدك وتحزمي وبيني قدك، الليله ليلتك يا عروسه الهنا. حق يا ام امام، ده انت هتبقى لك الحلاوه.